السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادنا حبايبنا ثانوية عامة 2021 خلاص هانت هانت هانت، يعني كلها شهر النهاردة، يعني من النهاردة بالظبط شهر إن شاء الله، وتخش في إيه في شهر 7 في مرحلة بقى الامتحانات، وإن شاء الله ربنا يتوج تعبكم ده بخير إن شاء الله. النهاردة هنراجع المراجعة بتاعتنا اللي هي المراجعة الخامسة بتاعت الجزء الأول عضوي اللي هو الهيدروكربونات. هنجيب الهيدروكربونات كلها كده، الأول بنقسمها للأجزاء، جزء مثلا نظري، جزء تسمية، جزء مسائل اللي هي أفكار العضوية بتاعت الجزء الأول، وهناخد بعد كده سبورة مخطط الجزء الأول أو هنلم فيه معادلات الجزء الأول كله. بعد كده هنحل إن شاء الله أسئلة أو كم كبير من الأسئلة على الجزء ده. طب تعالوا نصلي على النبي كده، يلا بسم الله. بسم الله. لما اقول الجزء الاول عضويه اللي هو ايه؟ اللي هو الهيدروكربونات. احنا كلنا عارفين طبعا بعد ما خلصنا عضويه وعملنا لها مراجعه على بعضها ان العضويه قسمين، قسم اسمه هيدروكربون وقسم اسمه مشتقات الايه؟ الهيدروكربون. طب كلمه هيدروكربونات يعني ايه؟ قال لي يعني هيدروجين وكربون، مركبات تتكون من عنصري الكربون والهيدروجين فقط. طيب اي حاجه بتشتق منهم اسمها مشتقات الهيدروكربونات. طيب الناس كلها فاكره ان برزيليوس اول واحد قسم المركبات العضويه وغير عضويه، وكان بيقول ان المركبات العضويه بتتكون داخل اجسام الكائنات الحيه بس، ما ينفعش تتكون فين؟ في المعامل. لحد ما جه عمنا فوهلر قال له لا الكلام ده مش صح، انا اقدر احضر لك مركب عضوي في المعمل من مركبات غير عضويه، وحضر شويه بول كده اللي هم ايه اليوريا. حضر اليوريا في المعمل، اول مركب عضوي يتم تحضيره في المعمل من مركبات غير عضويه كان اسمه الايه؟ اليوريا. طيب لما اقول لحضرتك بعد كده عدد نشط العلماء في المعامل عشان يعملوا ايه؟ عدد كبير من المركبات العضويه، وحضروا بالفعل مركبات كثيره جدا من المركبات العضويه. وصل عدد المركبات العضويه بالنسبه للغير عضويه بنسبه 20 الى 1. يعني ايه؟ عدد المركبات العضويه مثلا حوالي 10 مليون مركب، الغير عضويه نص مليون مركب. طيب ايه السبب؟ قلنا السبب ان في وفره المركبات العضويه او كثره عددها او انتشارها ان ذرات الكربون دي ذرات قادره. يعني ايه قادره؟ يعني تقدر تعمل روابط احاديه او ثنائيه او ثلاثيه مع نفسها او مع غيرها، تقدر تعمل سلاسل او حلقات مفتوحه او متجانسه او غير متجانسه. طب ما تيجي نشوف كده الهيدروكربونات بتنقسم لايه. الناس كلها فاكره معانا ان الهيدروكربونات كانت بتنقسم الى قسمين، هيدروكربونات السبوره كلها حازم، واحد ها مفتوحه السلسله وحلقيه، او في ناس بتقسمها بطريقه تانية اللي هي ايه زي ما هي مكتوبه في كتاب المدرسه اليفاتيه وايه يا جماعه وايه واروماتيه، عشان الناس بس تبقى فاكره كلمه اليفاتيه يعني ايه واروماتيه يعني ايه. ورقه وقلم معايا كده الله يرضى عليك وركز معايا، والله لو انت ما خدت حاجه خالص في العضويه ان شاء الله تقدر ايه تجيب العضويه معانا. الاليفاتيه معناها ايه؟ دهنيه. الاروماتيه معناها عطريه، ودي كلها كلمات ايه يا جماعه؟ كلمات لاتينيه. طيب لما اقول لسيادتك الاليفاتيه بتنقسم لايه؟ ها؟ قال لي بتنقسم لقسمين، حاجة اسمها مفتوحة السلسلة يعني غير حلقية، والقسم الثاني حلقية. طيب مفتوحة السلسلة نفسها بتنقسم إلى قسمين، ها؟ مشبعة وغير مشبعة. طب مستر يعني إيه كلمة مشبعة؟ ويعني إيه كلمة غير المشبعة أو الغير مشبعة؟ هنقول دلوقتي. اولا لما اقول لسيادتك مشبعه يعني ايه وغير مشبعه يعني ايه؟ مشبعه يعني كل الروابط اللي فيها من النوع سيجما الاحاديه صعبه الكسر، يعني بالبلدي كده ذره الكربون احنا عارفين ان هي تكافؤها رباعي، اخرها تاخد كام ذره هيدروجين؟ واحد اتنين تلاته والرابطه الرابعه اهي، ما ينفعش تعمل رابطه خمسه. طيب هل دي تقبل حاجه تاني؟ لا، يبقى دي كده مشبعه بالهيدروجين، يعني كل روابطها ها أحادية من النوع إيه؟ يلا سيجما أهي القوية صعبة الكسر، عشان كده بنقول عليها خاملة إيه؟ نسبيًا. الغير مشبعة دي بيبقى فيها روابط أحادية، روابط أحادية وروابط ثنائية، أو فيها قسمين، روابط ثنائية كده
بنسميها الكين، روابط ثلاثية كده بنسميها الكائن. يبقى ممكن نقسم الغير مشبعة إلى الألكينات، ها، والإيه يا جماعة؟ والألكينات. كويس قوي. طب ما تيجي نصلي على النبي تاني. يلا كده، الألكينات غير مشبعة عشان فيها ربطة باي، الألكينات غير مشبعة عشان فيها ربطتين باي. يبقى أي مركب عضوي فيه ربطة باي على الأقل نقول عليه غير مشبع. إيش معنى؟ لأن سيادتك لو ركزت كده هتلاقي الـ HC دي حولها H هنا، H هنا، H هنا. طب مش السي دي تكافؤها رباعي؟ اه، 1 2 3 4 تمام. لو انا كسرت دي هتخش هنا كده اتش، يبقى تقبل اتش جديده ولا لا؟ اه، يبقى نقول عليها غير ايه؟ غير مشبعه. عشان كده بنقول ان المركبات اللي فيها رابطه باي غير مشبعه، يعني بتقبل هيدروجين ايه تاني، دي برضو غير مشبعه عشان تقبل ايه؟ هيدروجين وهيدروجين تاني. طب السؤال، القانون العام للمشبعه، المشبعه مبدئيا لها اسم مشهور عندنا اسمه الكانات. اسمه ايه يا جماعة؟ الكينز. الالكانات دي لها قانون عام اللي هو ايه؟ CnH2n+2. ماشي، ده القانون العام بتاع الايه؟ بتاع الالكان. لما نيجي نطبقه على اي الكان هنلاقي العلاقة كده، C واحد يبقى 2 في 1 ب 2 و 2 4 يبقى H4، سي 2 يبقى الاتش، ها، 2 في 2 ب 4 و 2 6، سي 3 اتش، ها، 8، سي 4 اتش كام؟ 10، وهكذا. طب كنا بنقول فاكرين ميس ونحط ان، ميسان، ها، ايسان، بروبان، ها، بيوتان. الناس فاكره معايا الكلام ده يا جماعه ولا لا؟ تمام. طيب لو انا سالتك الزاويه بين اي ربطتين في الالكانات دي كده كام، تقول لي 109.5. نوع التهجين، ها، SB3. جميل قوي. هنا بقى القانون العام في الالكينات CnH2n. مستر انا مش فاهم، نسيت القانون في الامتحان. هقول لك بص يا محترم، الرابطه باي بتنقص 2H. طب لما ننقص 2H من القانون ده بدل 2N+2 طير ال2 بقت 2N بس. طيب ده اسمه القانون الايه؟ ها، القانون العام. ماشي، يعني الصيغه العامه اللي بتنطبق على كل الالكينات. طيب لما اقول لك طبق يلا كده C2، احنا قلنا قبل كده ان الالكينات بتبدا من 2 عشان ما ينفعش رابطه ايه؟ رابطة ثنائية في ذرات كربون واحدة. طب C2H كام؟ 4، C3 تبقى H كام؟ 6، C4 تبقى H كام؟ 8. طب احنا هنا كنا بنقول ميسان إيسان، هنا إيسان لا، شيل الآن حط الإيه؟ الإين. هنا بروبان، شيل الآن حط الإين بقى بروبين. بيوتان بقى بيوتين. كويس قوي. بس خلي بالك القانون ده كده بينطبق بس في حاله وجود رابطه ايه؟ ثنائيه واحده. طيب لما اقول لك الالكينات القانون العام سي ان، ها، H2N ناقص 2. ليه؟ لان في رابطتين باي، وقلنا كل رابطه باي بتنقص 2H. طب لما يبقى عندي 2 رابطه باي يبقى هينقصوا 4H من القانون العام للالكان، يعني 2N+2 يبقى ناقص 4، هتطلع معاك ناقص 2، وده اسمه القانون الايه يا جماعه؟ العام. طيب ماشي، طبق معايا يلا كده. تبدا برضو ب C2، اتش كام؟ 2 في 2 ب 4 ناقص 2 2، C3 اتش كام؟ 4، C4 اتش 6. طب ده كان اسمه ايسان ايسين، هنا يبقى اسمه ايصاين، هنا بروباين، هنا بيوتاين. جميل جدا. طيب الاسئله بتيجي على الجزئيه دي ازاي؟ على القانون العام بس. لما اقول لسيادتك مثلا هيدروكربون، اهو السؤال اهو، ها، آليفاتي مشبع غير حلقي. كلمة غير حلقي يبقى مفتوح السلسلة. به، ها، 17 ذرة بس. 17 ايه؟ ذرة. هل حدد ذرة كربون ولا هيدروجين؟ لا. طيب تكون صيغته نقط، ها، اولا هو هيدروكربون اليفاتي، ماشي، مفتوح غير حلقي يعني مفتوح السلسله. طب مشبع ولا غير مشبع؟ قال لي مشبع، يبقى الكان، يبقى القانون العام يلا سي ان اتش 2 ان اهو، ها، زائد 2. جميل، في كله 17 ذره، ماشي، يعني دي زائد دي يبقى 17، يعني الان
زائد الاثنين ان زائد الاثنين كل ده ب 17 تبقى الثلاثة ان بتساوي 15 تبقى الان بتساوي كام؟ 5. يلا نطبق كده العلاقة بتاعتنا سي 5 تبقى الاتش كام؟ 2 في 5 ب 10 او 2 12. طيب في الامتحان التجريبي جه سؤال جميل جدا قال لهم ايه؟ قال لهم عدد المركب الذي يعطي او الالكان الذي يعطي اللي صيغته سي 5 اتش 12 يدي كام صيغه؟ او المركب اللي بيدي ثلاث صيغ بنائيه او ثلاث ايزوميرات سي 5 اتش 12 اشمعنى؟ تعال نشوف كده 1 2 3 4 5 ادي بنتان 1 2 3 4 ادي ميثايل بنتان ادي كمان 1 2 3 نقصنا 2 سي حطينا واحده هنا وواحده هنا بقى 2 و2 ثنائي ميثايل ايه بنتان يبقى كام ايزومر لثلاث ها ايزوميرات يعني ثلاث متشابهات يعني ثلاث صيغ بنائيه. طب لو انا شلت 17 ذره وحطيت 15 ذره بس لازم اشيل كلمه مشبع ليه؟ عشان لو قلت مشبع مش هينفع لان هيبقى سي 5 اتش 10 ده ايه؟ سي 5 اتش 10 الكين. ففي الحالة دي يا جماعة بنقول هيدروكربون أليفاتي مشبع، ممكن يشيل كل ده ويحط مكانه كلمة ألكان به 17 ذرة عادي جدا. طب لو قال لي نفس السؤال أو نفس الجزئية عليها سؤال تاني بيقول لي ألكين به 20 أو 15 ذرة تكون صيغته نقط. هو ألكين يعني إيه؟ يعني سي إن ها؟ اتش 2 ان بس يبقى الان زائد ال 2 ان ب 15 يبقى ال 3 ان ب 15 يبقى الان بكام؟ ب 5 تبقى الصيغه ايه؟ يلا يا جماعه معايا سي 5 ها اتش 10. جميل جدا ده اسمه ايه؟ بنتين وليه اسماء ثانيه لو احنا عملنا له ايزوميرات. طيب لما اقول لسيادتك هنا الكين الكاين غير مشبع الكان مشبع الزاويه هنا 109 ونص التاجين اس بي 3 طيب الزاويه هنا تبقى كام؟ قال لي 120 درجه التهجين اس بي 2 كلنا عارفين الكلام ده. طب هنا الزاويه تبقى 180 التهجين اس بي بس. جميل قوي. لما اقول لك عدد الروابط سيجما هنا كده عدد الروابط سيجما في الالكان اي الكان هتقول لي 3 ان زائد 1 3 ايه ان زائد ايه يا جماعه زائد 1 يعني مثلا هنا كم رابطه سيجما الكربون واحده يبقى 3 في 1 ب 3 و1 4 لو عديتهم هتلاقيهم 4 فعلا. طب هنا 2 3 في 2 ب 6 و1 7 عد كده 1 2 3 4 5 6 7. طبعا في ناس كتير جدا بتحل السؤال ده ان هي بتقعد تعد ترسم الصيغه وتقعد تعد. طب لو انا اديتك عدد كبير هتحتار شويه. طب الحلقيه الحلقية عندنا اللي هي بنسميها الكانات حلقية بتبقى ايه؟ صيغتها كده بتبدأ بثلاث ذرات كربون على الأقل. اشمعنى؟ عشان أي حلقة ما تقلش عن ثلاث ذرات كربون. لما تيجي تقول لي كده 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 هل هنا في روابط ثنائية؟ لا كلها روابط ايه؟ أحادية صح؟ طب أول الكان حلقي أو أول هيدروكربون أليفاتي حلقي كم ذرة كربون؟ 3 اللي هو اسمه بروبان حلقي. اسمه بروبان ايه يا جماعة؟ حلقي او سايكلوبروبان. خلي بالك ممكن ترسمه بالشكل ده كده مثلث. كل زاوية من دول بتعبر عن ايه؟ عن ذرة كربون. تمام؟ حواليها 2 اتش. طيب الزاوية دي كام؟ 60 درجة. ماشي. السؤال ابسط الكان حلقي البروبان في كم ذرة كربون؟ 3. كم ذرة هيدروجين؟ 6. يعني الصيغة ايه؟ سي 3 ها اتش 6 يبقى فيه كام ذره كله؟ 9 ذرات. طب لو انا عندي المركب اللي بعده اربع ذرات كربون ادي 1 2 3 4 بقى اسمه بيوتان حلقي او سايكلوبيوتان. لو انت عايز الصيغه بتاعته هتبقى ايه؟ سي 4 اتش 8. ايه ده يا مستر ده نفس صيغه الالكين. اه ما هو القانون العام سي ان اتش 2 ان. طب ما هو ايه الفرق بينه وبين الالكين كده؟ اولا الالكين غير مشبع ده مشبع عشان كده بنقول عليها ايه؟ مشبعه بس ايه؟ حلقيه. مشبعه ايه يا جماعه؟ حلقيه. لذلك بنسميها الكان حلقي.
أو ألكانات حلقية. تتفق الألكانات الحلقية مع الألكينات في الصيغة العامة أو القانون العام. تختلف الألكانات الحلقية مع الألكينات أو عن الألكينات في أن دي إيه؟ غير مشبعة، دي مشبعة، دي مفتوحة السلسلة، دي غير مفتوحة السلسلة. طيب الأروماتية بتبدأ زي عندنا كلنا عارفين البنزين، بنسميها إيه؟ حلقية، بس حلقية غير مشبعة. دي كانت حلقية مشبعة، دي حلقية غير إيه؟ عشان فيها روابط باي. تعال نشوف كده، كلنا عارفين طبعا البنزين كان كده أهو، كل واحدة من دول بتعبر عن ذرة إيه؟ كربون، يبقى C6. طيب هنا رابطة ثنائية، ثنائية ثنائية، الروابط الثنائية والأحادية بتتبادل H6، ده اسمه يا جماعة يلا بنزين عطري. وخلي بالكم البنزين العطري بيختلف عن بنزين السيارات. ليه؟ لأن بنزين السيارات جازولين، ده ألكان، لكن البنزين العطري ده إيه؟ أروماتي، اللي هو C6H6. طيب لو أنا عندي مثلا حلقة البنزين بصيت عليها، الراجل كيكولي لما جه يتوصل للحلقة الشكل السداسي ده خد سنوات طويلة. اشمعنى؟ لأنه لقى إن الروابط باي دي أهي مش ثابتة في مكانها. يعني إيه؟ يعني صايعة كده بتلف، واحدة تيجي هنا، دي تيجي هنا، دي تيجي هنا. يعني بنقول عليها ظاهرة رنين أو تأرجح، أو هتاخدها في الجامعة إن شاء الله اسمها ريزونانس. فبسبب ظاهرة الرنين دي ذرات الروابط باي مش ثابتة، لذلك عملوها دايرة كده. فالدايرة دي كده بتدل على إيه؟ بتدل على عدم تمركز الإلكترونات الستة اللي هي روابط باي عن ذرات كربون إيه؟ معينة. طيب البنزين كلنا عارفين ان الكان مشبع خامل نسبيا، تفاعلاته بتبقى صعبه معظمها بالاستبدال، ها، لكن بالاضافه لا. الالكين تفاعلاته كلها بالاضافه او معظم تفاعلاته بالاضافه لانه في روابط باي. الالكين نفس الفكره. طيب البنزين مشبع؟ لا، ده غير مشبع، يبقى بالاضافه، بيتفاعل بالاضافه وبيتفاعل بالاستبدال، بس تفاعلات الاضافه فيه صعبه جدا. اشمعنى؟ عشان في روابط باي مش ثابته في مكانها. يعني ايه مش ثابته؟ يعني بتلف بسبب ظاهره الرنين او التارجح. فتفاعلات الاضافه ايه؟ ها، صعبه، لان انت صعب توجه ها التفاعل على رابطه معينه لان هي مكانها مش ثابت. طب لو انا عندي يا مستر اتنين كده لازقين في بعض، ها، بالمنظر ده، فاكرين كنا بنسميهم ايه؟ بنسميهم نفتالين. بنسميهم ايه يا جماعه؟ نفتا ايه؟ نفتالين، اللي هو صيغته ايه؟ C10H8. طيب لو انا عندي اتنين تلاتة جنب بعض كنا بنسميهم انثراسين وهكذا. طب ما تيجي نشوف كده واحدة واحدة ايه الفرق بين الكان والكين والكين وحلقي مشبع وحلقي غير مشبع وتفاعلات ده ايه وتفاعلات ده ايه، ونشوف الكلام ده كله هيمشي معانا ازاي. تعالوا نخش على اول حاجة عندنا، تسمية الايه؟ الالكانات وتفاعلات الالكانات والالكينات والافكار بتاعتها ايه. يلا كده هنمسح الايه؟ السبوره، ونبص على اللي جاي. عايز السبوره كلها. تعالوا بقى نشوف كده يا جماعه ايه الفرق بين الكان والكين والكين عشان نعرف نسمي الالكان والالكين والالكين والاروماتي. تعالوا ناخد السبوره كده عشان نعرف نسمي. واي سؤال يجي لنا على التسميه او الايزوميرات او سمي التسميه الصحيحه والكلام ده كله، احنا كنا بنقول تسميه الايوباك لأي مركب عضوي. تعالوا نبدأ بالألكان، وأعتقد إحنا قلنا الألكانات لو سيادتك ركزت شوية في الألكان قدرت تسمي الألكان هتقدر تسمي أي مركب تاني في العضوية. يعني بنفس الطريقة بنفس الخطوات، بس هغير لك كلمة بسيطة جدا. لذلك إحنا هنعمل الجزئية دي كده وهنثبتها معانا. طيب تعالوا نشوف كده تسمية الأيوباك للألكانات. أول خطوة عندنا أهي رقم واحد، بنحدد أطول سلسلة كربونية متصلة. ماشي، ودي في أي مركب عضوي بنحدد أطول سلسلة كربونية إيه؟ متصلة. رقم اتنين عندنا بنرقم الترقيم، والترقيم ده ليه أولويات. أول أولوية عندنا كانت حسب الأقرب للفرع، تاني أولوية، تالت أولوية. الأولوية الأولى الأقرب للإيه؟ الأقرب أهو للفرع. الأولوية الثانية الأقرب للأبجدي. لا يا مستر،
الابجدي الاول، لا ده لسه في قبل الابجدي في حاجه اسمها الايه، لو لقيت فروع كتيره هنا وفروع كتيره قليله هنا يبقى الاقرب للزحمه. بعد كده الايه، ها لو تساوت الزحمه في الناحيتين بنبص على الابجدي. طيب رقم ثلاثة، ازاي نكتب الاسم؟ كتابه الايه، الاسم. وكتابه الاسم مش عشوائي كده، لا في اصول لكتابه الاسم. اولا واحد اتنين تلاتة. طب ما تيجي نشوف كده رقم واحد واحنا بنكتب الاسم، اوعى تنسى. انسى ايه؟ ابدا اهو باللي بيسبق ابجدي. ابدا كتابه الاسم باللي بيسبق ايه يا جماعه؟ بيسبق ابجدي ايا كان رقمه. بص معلش احنا ممكن ننقل عادي. ماشي آه. اشوف تنقل امتى؟ اديني 10 دقايق. 10 دقايق ماشي. ابدا بكتابه الاسم بالايه؟ باللي بيسبق ابجدي. اتنين تاني حاجه او تاني قاعده في كتابه الاسم، وانت بتكتب دلع يعني حط واو الايه؟ الهالوجينات. يعني لما تلاقي مثلا كلور بروم يود فلور مثلا، ها مجموعه اماين مثلا مش ضمن الهالوجينات بس بندلعها برضو، بتحط حرف الواو. حط ايه؟ يعني كلورو فلورو وهكذا. طيب في حاله تكرار الاسم حط ها مقدمات، ثنائي ثلاثي رباعي وهكذا. الكلام ده امتى؟ قال لك في حاله ها تكرار الفرع. يبقى انا عندي كده اول حاجه لو لقيت مقدمات، لو لقيت قصدي الفرع اتكرر كذا مره تحط مقدمات. لو عندك هالوجينات او كلام او اماين او كده بتحط ايه؟ واو في الاخر، فبيبقى كلورو فلورو وهكذا. بعد كده لما بتيجي تكتب الاسم تعمل ايه؟ بتبدا باللي بيسبق ابجدي. طب ما تيجي نطبق، يلا بسم الله كده. هنبدا بالالكانات CH3CH2CH3 وعندي هنا CL. يلا كده معايا. اول حاجه اطول سلسله كربونيه متصله اهي. هنبدا الترقيم منين؟ من ناحيتها، من ناحيه الفرع. ادي الفرع 1 2 3 4 ماشي. يبقى نقول 2 ها كلورو عشان فرع كلور هالوجين. طيب ايه اكتر سلسله او اطول سلسله اسمها ايه؟ اربع ذرات كربون يبقى بيوتان عشان كل رابط احاديه. طيب لو انا عندي سي اتش 3 سي اتش ها سي اتش 3 وهنا سي ال هنا بي ار هنا بي ار او سي ال مثلا او سي اتش 3. سيادتك هتقول لي ايه؟ اطول سلسله كربونيه متصله هي مستر. ماشي. لما نيجي نرقم هنبص على الفرع هنا على التانية، الفرع هنا على التانية. ماشي. يبقى نبص على الزحمة لأن الأقرب للفرع خلاص. لما نيجي نبص على الزحمة هنلاقي الزحمة ناحية، يعني الزحمة يعني الفروع الأكتر. واحد اتنين تلاتة أربعة. نقول إيه؟ يلا اتنين، استنى عندك ده في أكتر من فرع، يبقى لازم نحط في دماغنا إيه اللي يسبق أبجدي الأول. اللي بيسبق أبجدي هنا اتنين بروم، يبقى اتنين بروم نبدأ بيه. اللي بعده في الأبجدي كلور، يبقى تلاتة كلورو. اللي بعده في الأبجدي اتنين ميثايل، واسم السلسلة الطويلة بيوتان. طيب لو أنا عندي مركب زي ده سي اتش 3 ها سي سي اتش سي اتش سي اتش 3 وقال لي هنا كده سي اتش 3 وقال لي هنا سي اتش 3 وقال لي هنا سي اتش 2 سي اتش 3. لا استنى عندك، انت توهتنا كده يا مستر. تعالى نحسبها كده، اطول سلسله هنبدا منين؟ من الطرف الطويل ده كده ونمشي. قابلني مفارق؟ لا كمل عشان الايه كده اطول. جيت هنا قابلني مفارق ثانيه، واحد اتنين هنا واحد بس، يبقى ننزل حسب الاطول، الشارع الاطول زي ما احنا كنا بنقول. لما نيجي نرقم هنرقم منين؟ ادي فرع، ادي فرع، واحد اتنين ثلاثه، واحد اتنين ثلاثه صح؟ اه. يبقى الفرع هنا 1 2 3 على الثالث، هنا 1 2 3 على الثالث. يبقى نبص على الزحمه، الزحمه هنا اكتر من هنا، يبقى نبدا من الشمال 4 5 6. طيب نقول ايه هنا؟ يلا ميثايل وميثايل ده كلهم ميثايل، يبقى مبدئيا 3 و3
ادي 3 و3 وكام؟ و4 ثلاثي ميثايل. ميثايل ايه بقى يا جماعه؟ هكسان. طيب لو انا عندي مركب زي ده CH3 اهو CH3 وقال لي هنا CL هنا BR هنا CH3 ها هنا CH3 في الحاله دي هنسمي ازاي يا جماعه؟ يلا بسم الله اهو ماشي معايا كده. هتبص تلاقي سيادتك فرع هنا 1 2 فرع هنا 1 2 يبقى نبص على الزحمه هنا 2 هنا 2 يبقى نبص على الابجدي. الابجدي هنا برومو قبل الكلورو يبقى 1 2 3 4 نبدا بالبروم. يلا 2 برومو 3 كلورو في ميثايل وفي ميثايل واحد على الثاني وواحد على الثالث يبقى 2 و3 ثنائي ها ميثايل ايه يا جماعه؟ يلا بيوتان. طب ده كان بالنسبه للالكان واعتقد الالكانات امرها سهل. طيب لو انا عندي المثال الشهير جدا اللي بيجي في الامتحان كتير جدا اف ها بي ار اتش لا هنا سي ال وهنا اف 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 هنسمي ازاي؟ اولا الاتش دي مش فرع ادي اطول سلسله ها الفروع هنا اكتر يبقى 1 2 تمام يبقى نبدا بالايه؟ بالبروم 2 برومو ها بعد كده 2 كلورو 1 1 1 ثلاثي ها فلورو ايه يا جماعه؟ يلا ايثان. جميل جدا. طب ده كله كان بالنسبه للالكانات. طب لو انا بتكلم عن الالكينات، الالكينات مثلا عندك CH3 اهي CHC ربطه ثنائيه CH2 وهنا كده CL وهنا CH3. سيادتك هتقول لي اولا لقيت رابطه ثنائيه تقوم متنح ليه؟ اطول سلسله كربونيه لازم تبدا من ناحيتها اهي اهي وتمشي تكمل ولا تنزل مش هتفرق معاك الاثنين زي بعض. طيب لما نيجي نرقم هنرقم منين؟ قال لك اول حاجه عندنا في الترقيم هنضيف الاولويه دي اللي هي الرابطه اللي هي الايه يا جماعه؟ الرابطه. هيبقى هنرقم منين؟ 1 2 3 4 يبقى نقول 2 كلورو 3 ميثايل 1 بيوتين. طيب نفس الكلام اهو لو انا حطيت رابطه ثلاثيه مكان الرابطه الثنائيه سي اتش 3 مثلا. طب خلينا في الثنائيه الاول سي اتش 3 سي اتش سي اتش ها رابطه ثنائيه كده سي اتش سي اتش 3. طيب هنا هنقول سي ال فين الرابطه الثنائيه؟ الرابطه الثنائيه اهي يبقى نبص عليها اطول سلسله اهي ماشي. هنبدا منين؟ 1 2 3 1 2 يبقى نبدا من الرابطه اهو كده يبقى 4 كلورو ها 2 بنتين ونفس الكلام لو في رابطه ثلاثيه هنقول 2 بنتاين هنا ها 1 بيوتاين. طب مستر لو تساوى الترقيم حسب الرابطه يعني ايه؟ يعني سيادتك لقيت الرابطه الثنائيه كده اهي وهنا كده سي اتش 3 بس هنا سي ال فين الرابطه الثنائيه؟ الرابطه الثنائيه اهي اهي اطول سلسله فين؟ اهي. يلا معايا كده 1 2 1 2 يبقى الرابطه هننفض لها نبص بعد كده على الايه الفرع 1 2 3 4 يبقى 2 كلورو 2 بيوتين ولو الكاين يبقى الكاين بيوتاين. طب تسميه مشتقات البنزين مشتقات الايه يا جماعه؟ البنزين. مشتقات البنزين لما اقول لك مثلا هنا بي ار يبقى اسمه برومو بنزين سي ال كلورو بنزين نيترو بنزين. طيب لو انا عندي هنا بروم وعندي هنا كلور وعندي هنا نيترو لو البنزين ثلاثي الاحلال في الحاله دي بقى يا جماعه الله يرضى عليكم لازم نحدد فين الزحمه. الزحمه فين؟ الفروع الاكثر فين؟ فوق يبقى نبدا من فوق. طب وانا بلف الف يمين ولا شمال؟ الف يمين ناحيه الزحمه قلنا قبل كده ايوباك بيحب الزحمه. 2 3 4 ها يبقى نقول ايه؟ يلا 1 برومو ها 2 كلورو 4 نيترو بنزين ماشي. طيب المثال ده يلا اهو كده قال لي ايه؟ سي ان او 2 هنا مثلا كده وهنا سي ال وهنا بي ار.
في الحالة دي واحد هيقول يا مستر هنبدأ من الزحمة هنا، واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى انا بلف كده بلف دايما ناحية الزحمة عشان ايوباك بيحب الايه الزحمة. ليه بيحب الزحمة؟ عشان بتدي اقل عدد ممكن من الارقام. يبقى هنا اربعة برومو ماشي، اتنين كلورو، واحد نيترو بنزين. يلا اخر مثال في الصبورة دي، يلا اهو ادي كده واجي اقول لك ايه، هنا CH3 وهنا CH3 وهنا ها مثلا CL. طب ميثايل ولا كلور؟ احنا هنبص على الزحمة، الزحمة مفيش زحمة، واحدة اتنين واحدة واحدة. طيب نبص بعد كده على الايه الابجدي، الابجدي فين؟ واحد الكلور قبل الميثايل، يبقى واحد. نلف كده او كده مش هتفرق، يبقى اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، يبقى نقول واحد كلورو تلاتة وخمسة ثنائي ميثايل بنزين. معايا؟ اعتقد يا جماعة التسمية فيهاش مشكلة. طب لو ربط لي بين الاتنين، يعني ايه ربط لي بين الاتنين؟ يعني جاب لي مثال زي ده كده CH3CH اهو CH3، ودي هنوضحها اكتر كمان شويه لما اقول لك هنا كده حلقه سلسله طويله اهي زي البروبان وفيها حلقه بنزين نازله. كلنا عارفين ان حلقه البنزين اللي نازله دي بيبقى اسمها فينايل، يبقى هنحدد اطول سلسله بالمنظر ده. ماشي يلا كده من هنا او من هنا مش هتفرق، واحد اتنين تلاته. طب اتنين الحلقه دي اسمها فينايل، والله يرضى عليكم فرقوا بين فينايل وفاينايل، هنقولها في المعادلات. واتنين فينايل، ها اتنين ايه؟ فينايل. فينايل ايه؟ اتنين فينايل ايه يا جماعة؟ بروبان. وهكذا. وعلى فكرة دي نطقها كده عشان لو جات لك في ابجدي تبقى عارف، فينايل بي اتش. تمام؟ دي كده تسمية ازاي نسمي الايوباك، تسمية الايوباك لاي مركب عضوي سواء كان الكان او الكين او الكين او اروماتي. اول حاجة عندك بتشوف اطول سلسلة، ها؟ طيب تاني حاجة الترقيم، الترقيم ده الأقرب للفرع ثم الزحمة ثم الأبجد، دي الأولوية، أولوية الترقيم. طب لو في رابطة ثنائية أو ثلاثية بنبص على الإيه؟ على الرابطة. كتابة الاسم ما ننساش يا جماعة الحاجات دي، الله يرضى عليكم التفاصيل بتاعتها مهمة جدا. إحنا كده نقدر نتعامل مع أي هيدروكربون هناخده كمان شوية، عشان لما أجي أقول لك وأنا بشرح المعادلات وبلم معادلات الجزء كله سمي المركب ده، اسم المركب ده إيه؟ المركب اللي هيطلع اسمه إيه؟ اللي هيدخل اسمه إيه؟ تبقى عارف الكلام ده. يلا نخش بعد كده على المعادلات. تعالوا يا جماعه كده يلا مع بعض بسم الله نشوف الايه التفاعلات بتاعت كل قسم من الاقسام بتاعت الهيدروكربونات لوحده. بسم الله. طيب هو ايه اقسام الهيدروكربونات؟ زي ما قلنا الكين 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 اروماتي. تعالوا نبدا كده يلا بالقواعد الأساسية بتاعتنا، وإحنا عملنا المخطط ده قبل كده في فيديو، وعملنا مخطط كبير العضوية كلها في فيديو، بس أنا عايز الناس تركز معايا هنا عشان هقول هنا تفاصيل معينة أو نقط أسئلة معينة في قلب المخطط. أولا لما أقول لسيادتك CA C2، CA C2 اسمه إيه؟ اسمه كربيد كالسيوم. أدي كربيد الكالسيوم ماشي. لما ناخد كربيد الكالسيوم ننقط عليه ميه. اولا اول ما اجيب لك سيره كربيد الكالسيوم قول لي نقط ميه. هننقط الميه هنا كده H2O وهننقط 2 ميه ماشي. ادي نقطنا ميه على كربيد الكالسيوم. ايه اللي حصل؟ امشي معايا كده اهو. لما بننقط الميه بيتكون لي حاجه اسمها ايه؟ إيصاين. اهو سي رابطه ثلاثيه سي، ادي الاتش ادي الاتش. طب ده اسمه ايه؟ اسمه إيصاين ماشي. في رابطه ايه؟ رابطه ثلاثيه، وبنكتب هنا كده تنقيط ماشي. تعالوا نخش بعد كده على الإيصاين. لو انا عملت للإيصاين عمليه هدرجه اهو، عملت له هدرجه يعني ايه؟ يعني حطيت له هيدروجين في وجود الايه؟ النيكل كعامل حفاز وسخنت اهو، هيحصل ايه؟ ادي هيدروجين، يبقى دي معنى، ده معنى كلمه ايه؟ هدرجه. هيدينا إيصاين إيسين اللي هو سي اتش هنا اتش هنا اتش هنا اتش هنا.
ده كده اسمه ايه يا جماعه؟ يلا اسمه ايسين. يبقى هدرجه الاي ساين تديني ايه؟ ايسين. لما ناخد الايسين نعمل له هدرجه هو كمان اهو، طالما في رابطه باي هيقبل الهدرجه، ها يبقى هيدروجين يدينا ايه؟ ايسان C2H6. جميل جدا. فلما اقول لك من كربيد الكالسيوم هات لي ايسان، هتقول لي ايه؟ هتقول لي هعمل له عمليه تنقيط، تنقيط ميه على كربيد الكالسيوم يدينا ايساين. اعمل للايساين هدرجه تامه، هدرجه ايه؟ تامه، هيدينا ايه؟ ايسان. طيب الايساين لو انا عملت له او مررته في انبوبه من النيكل مسخنه للاحمرار، انبوبه من النيكل مسخنه لدرجه الاحمرار، ادي ريد، ها هوت نيكل تيوب، ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ هيتكون لي هنا كده البنزين العطر بتاعنا، ادي بنزين عطري، ده بنزين عطري اللي هو صيغته الجزيئيه يا جماعه C6H6. جميل جدا. طيب تعالوا نرجع كده الناحيه الثانيه. لو انا خدت الايساين عملت له عمليه هيدره، يعني ايه هيدره؟ يعني حطيت له ميه، ادي ميه H2O. طبعا عشان نعمل هيدره الميه ما بتقدرش تكسر الرابطه باي لان هي الكترونيك ضعيف، ايونات الهيدروجين فيها قليله جدا. فبنعمل ايه؟ بنحط حمض كبريتيك وحاجه اسمها كبريتات زئبقيق HgSO4، وده ها 40% وبنسخن ل 60 درجه مئويه، يدينا ايه؟ هيدينا حاجه اسمها كحول الفاينايل. كحول ايه؟ الفاينايل بتتكسر رابطه باي الاول، يخش هنا H وهنا OH فيتكون كحول الفاينايل. كحول الفاينايل بيحصل فيه تعديل روابط سريعا ويتحول ل CH3CHO اللي هو اسمه اسيتالدهايد. اسمه ايه؟ اسيتالدهايد. ماشي. الاسيتالدهايد ده يا اما تعمل له عمليه اكسده يا اما تعمل له عمليه هدرجه. لو عملنا له عمليه اكسده هيدينا حمض اسيتيك، لو عملنا له عمليه هدرجه هيدينا C2H5OH اللي هو كحول ايثيلي. يعني ده كده حمض اسيتيك، ها ده كده ايسانول او كحول ايثيلي. طيب ما تصلوا بينا على الحبيب يلا كده. دي عمليه اكسده زي ما احنا عارفين اهي، دي عمليه اختزال. جميل قوي. لو انا خدت حمض الاسيتيك عملت له عمليه تعادل هيدينا ايه؟ هيدينا CH3COONA زائد ميه. يعني ايه تعادل؟ يعني هنحط له ان ايه، ها او اتش مش هو حمض، فنحط له قاعده يدينا ملح وميه، لذلك بنسمي العمليه دي عمليه تعادل. ماشي. ده كده اسمه اسيتات صوديوم. اسيتات الصوديوم ده يلا اول حاجه في العضويه عندنا كنا بنعمل له عمليه تقطير جاف. يعني ايه تقطير جاف؟ يعني كنا بنحط له هيدروكسيد صوديوم ومعاه جير حي CaO ونسخن اللي هو اسمه الجير الصودي، كان بيدينا ايه يا جماعه؟ يلا CH4 وده اسمه الميثان. ها العمليه هنا كان اسمها ايه؟ تقطير جاف. طيب انا كده حطيت القواعد الاساسيه بتاعت الجزء الاول في العضويه. اول فرد اول عيله عندنا في عيله الالكان كان اسمه الميثان، وده اهو عندنا. ماشي جميل جدا. تاني فرد عندنا في تاني عيلة، أول فرد في تاني عيلة عندنا كان اسمه الإيسين اللي هو في عيلة الألكين. في عيلة الإيه يا جماعة؟ الألكين أهو. آدي الألكين. ماشي. تالت فرد عندنا الإيساين وده عيلة الألكاين. تمام يا إخوانا؟ ماشي. طيب هناخد كل عيلة منهم تفصيليا بخواصها سواء كانت فيزيائية أو إيه أو كيميائية. بعد كده عندنا الأروماتية، وأول فرد فيها قلنا البنزين أهو اللي هو البنزين الإيه؟ العطري. جميل أوي. طب ما تيجي نصلي على النبي يلا كده ونبدأ ونقول بسم الله. أولا الألكانات، عيلة الألكان أولا
عيلة خاملة نسبية. ليه؟ كل روابطها من النوع سيجما الأحادية، ها، صعبة القوية صعبة الكسر. تمام. طيب لما بنيجي نقول القانون العام بتاعها سي ان اتش 2 ان زائد 2، ماشي، عدد روابط سيجما فيها 3 ان زائد 1. طيب تفاعلاتها ايه؟ ينفع تتفاعل الالكانات بالاضافه؟ ابدا. ليه؟ لان ما فيهاش روابط باي. طيب لو انا عايز افعلها افعلها بالايه؟ بالاستبدال. طب بتتفاعل بالاستبدال ازاي؟ انا عندي اي حاجه من دول هنحرقها. يعني ايه نحرقها؟ يعني نعمل لها عمليه احتراق في الاكسجين، والاحتراق ده بيعتمد على كميه الايه؟ الاكسجين. يعني كميه محدوده ولا كميه وفيره؟ طب تعالوا نشوف الاحتراق الميثان كده. الميثان الاول اهو، لو انا حرقته كده، لو انا عملت له كده، عملت كده، اولا لو انت حرقت الميثان اهو يعني اتحد مع الاكسجين، يبقى انت كده سخنته في الايه؟ في الهواء مع الاكسجين اهو. ايه اللي هيحصل؟ قال لك اي مركب عضوي كنا بنقول بيشتعل وبيديني ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه، يبقى ده في الحاله دي هيطلع لي سي او 2 و H2O وهيت. عشان كده بنقول بيستخدم الميثان كايه؟ كوقود، لان احتراقه بيسحبه انطلاق طاقه حراريه. ماشي. طيب لو انا سخنت الميثان بمعزل عن الهواء ل 1000 درجه سيليزيوس، وكتبت هنا كده اهي نو اير، يعني مفيش هواء، بمعزل عن الهواء، يبقى مفيش اكسجين داخل. ايه اللي هيحصل؟ الكربون هينفصل لوحده والهيدروجين يخرج لوحده، يبقى 2 H2. يبقى في الحاله دي هنا بيستخدم طلع لي حراره، عشان كده بيستخدم كوقود. هنا طلع لي حاجه اسمها كربون مجزأ او اسود الكربون. ماشي. طب لو انا حطيت له اهو H2O وسخنت ل 725 درجه سيليزيوس، ايه اللي هيحصل؟ قال لي هيتحول ل CO و H2. هو ده اسمه ايه اصلا؟ اسمه الغاز المائي. اسمه ايه يا جماعه؟ الغاز المائي. والغاز المائي ده بيستخدم كعامل مختزل في فرن مين؟ مادريكس. طيب تعالوا نخش بقى على اهم تفاعل في الالكانات اللي هو الهالجنه، لان ده بيدينا نواتج مفيده كتيره جدا زي الكلوروفورم وزي الفريونات والحاجات دي كلها. لو انا عملت لده عمليه هالجنه، يعني ايه هالجنه؟ يعني حطيت له كلور في وجود الايه؟ في وجود اليو في. ادي اليو في، يو في. ايه اللي هيحصل؟ الاول هنا هيحصل استبدال. يعني استبدال؟ يعني اتش تخرج وتدينا ايه؟ ها، ويخش مكانها سي ال، يبقى سي اتش 3 سي ال. طيب بعد كده نحط سي ال 2 تاني، ما احنا بنحط وفره من الكلور. طب لو انا حطيت 3 ها كلور، كان بيدينا مركب مشهور جدا عندنا مطلوب في الامتحانات كتير قوي، سي اتش ها سي ال 3 زائد 3 اتش سي ال. المركب ده اسمه كلوروفورم. اللي هو ثلاثي كلوروميثان. طيب احنا لو احنا سخنا الميثان اهو، عملنا له كده بالمنظر ده كده اهو، ادينا له وش سخن وش بارد، ايه اللي هيحصل؟ لو ادينا الميثان وش سخن وش بارد بالمنظر ده كده، اهو يعني ايه وش سخن؟ يعني سخنا ال 1500 درجه سيليزيوس وعملنا عمليه تبريد ها سريع. ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هيدينا ايه؟ ايصاين. يبقى من الالكان عايز تجيب الكاين اهو من الميثان، هات ايصاين. وش سخن وش ايه بارد، يعني هنسخن ل 1500 درجه ثم ايه تبريد سريع، يدينا الايه؟ الايصاين. طب احنا كده خلصنا الالكانات، تعال نخش كده على الالكينات. الالكينات اول حاجه عندنا بتتفاعل بالاضافه. ليه؟ عشان فيها روابط باي، فيها رابطه باي اهي ضعيفه سهله الكسر. ماشي. بتتكسر رابطه باي ويخش مكانها رابطتين سيجما، او يتكون مكانها رابطتين سيجما يخش عليهم العنصر الايه؟ المضاف. طب تفاعلات الايساين، الاضافه في الايساين اللي هي الايه؟ اولا هدرجه ها هالجنه، طالما اتكلمت عن اضافه لازم اقول هدرجه هالجنه اتش بي ار هيدره. طيب وفي باير وبالمره، طب ما تيجي نشوفهم يلا كده واحده واحده. اولا لو سيادتك عايز تبدا صح، ابدا بتحضيره الاول. هو احنا بنحضر الايثين منين؟ اولا لو سيادتك خدت ده كده اهو، عملت له عمليه
كده. نزع ميه، يعني ايه نزع ميه؟ يعني حطيت حمض كبريتيك مركز وسخنت ل 180 درجه ها مئويه. ايه اللي هيحصل؟ حمض الكبريتيك ده المركز ماده نازعه للميه، هينزع ميه من الايثانول او الكحول الايثيلي، يتبقى الايثين. يبقى يحضر الايثين في المعمل بنزع الماء من الكحول الايثيلي. يبقى التفاعل ده كده نوعه اهو نزع. نوعه يا جماعه نزع. طب لو انا عايز اقول تفاعلات الايه الايثين، اولا انت عندك لو عملت له هيدره اهو هيرجع تاني. يعني ايه عملت له هيدره؟ يعني سيادتك حطيت له كده ميه، وقلنا الميه الكتروليت ضعيف ما تقدرش تكسر الرابطه. ايه يا جماعه؟ الرابطه باي، فلازم نحط معاها نقط من حمض الايه حمض الكبريتيك اهو، ونسخن ل 110 درجه سيليزيوس عشان تركيز ايون الهيدروجين لا كان قليل، فلما نحط نقط من حمض الكبريتيك بيزود تركيز ايون الهيدروجين، فبيعمل ايه؟ بيخلي الرابطه باي سهله الكسر، نقدر نكسرها. وبعد كده تخش الايه الاو اتش في ناحيه، والاتش في ناحيه يديني ايه كحول ايثيلي. طيب بعد كده لو انا خدت عمليه الاحتراق، يعني ايه الاحتراق؟ يعني هعمل احتراق اهو، احتراق للايه؟ للايثين. احتراق الايثين ده يعني نفعله مع الاكسجين اهو. احنا قلنا كلمه احتراق اصلا معناها اتحاد سريع للماده مع الاكسجين، بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها طاقه. ادي الاكسجين اهو، عملنا له عمليه احتراق بالمنظر ده. اي ماده عضويه قلنا بنحرقها بتطلع لي حاجتين، ثاني اكسيد الكربون اهو، وبخار ميه، وطاقه حراريه. تمام. طيب لو انا جيت اخش على تفاعلات الاضافه بتاعه الايثين، اولا تفاعلات الاضافه عندنا هدرجه اهي، هالجنه اهي، اتش بي ار اهي، هيدره اهي، ها باير اهو. يلا كده تاني، هدرجه هالجنه يعني هنضيف البروم الموذاب في رابع كلوريد الكربون، ها هاليد الهيدروجين يعني هنضيف اتش بي ار. طيب باير يعني هنضيف فوق اكسيد الهيدروجين او اتش 2 او دوت او. في وجود طبعا ايه عندنا يا جماعه لو فاكرين؟ كنا بنحط هنا كي ام ان او 4 وسط قلوي بالمنظر ده كده. طب ما تيجي نشوف كده، يلا ونصلي على النبي الاول. لو انا قلت الايثين مع الهيدروجين هيديني ايثان. طب الايثين مع البروم هيدينا سي اتش 2 سي اتش 2. ماشي، الرابطه دي اتكسرت، كون لي هنا رابطه وهنا رابطه، تخش لي هنا بقرايه وهنا بقرايه. طب ده اسمه ايه يا مستر؟ واحد يلا، واثنين الناس اللي فاهمه تسميه بقى من السبوره اللي فاتت، برومو ايثان. طيب لما احط اتش بي ار الرابطه دي هتتكسر، تخش هنا اتش بقت سي اتش 3، الثانية سي اتش 2 زي ما هي بي ار. ماشي، طب ده اسمه ايه ده؟ اسمه برومو ايثان بس. طب لما اقول لسيادتك هنا اتش 2 او دوت او اصلها او اتش او اتش، فالرابطة بتتكسر تدينا سي اتش 2 سي اتش 2، هنا الاو اتش هنا الاو اتش. طب ده اسمه ايه؟ اسمه ايثيلين جلايكول. ايثيلين ايه؟ ها؟ جلايكول، اللي هو واحد واثنين ثنائي هيدروكسي ايه؟ ثنائي هيدروكسي ايثان. طيب كده خدنا هيدره، ابدا بعمل اول كده احتراق، هدرجه، هالجنه، اتش بي ار او هاليد الهيدروجين، باير اهو مشهور باسم باير يا جماعه عشان ما ننساش، عشان ده بيجي في الامتحان كتير جدا، يعرف بتفاعل ايه باير، يعتبر اكسده واضافه. طيب ده اسمه هدرجه، هاليد ده اسمه هالجنه، ها ده اسمه احتراق، ده اسمه ايه؟ هيدره حفزيه. فاضل لي بس البلمره. يعني ايه بلمره؟ يعني بنحط هنا ضغط وحراره وكاتاليست، عوامل حفازه. كان بيحصل ايه؟ الرابطه باي بتتكسر اهي بالمنظر ده كده، الاتش فوق الاتش فوق الاتش هنا الاتش هنا، وبالمنظر ده كده يحصل ايه؟ تبص تلاقي تكون هنا ان. هنا اسمه بولي ايثين او بولي ايثيلين، وده بوليمر.
طيب احنا كده خلصنا الالكينات. فاضل لنا بس اللي هو قاعده ماركونيكوف بتطبق على الالكينات الغير متماثله زي البروبين، بتضاف ذره الكربون الهيدروجين لذره الكربون الغنيه وذره الهاليد او الشق السالب لذره الكربون الايه الفقيره. طب تعالوا نخش على العيله الثالثه اللي هي الالكينات. فيها كم رابطه ثلاثيه ثنائيه قصدي ثلاثيه، فيها رابطه ثلاثيه. طب فيها كم رابطه باي؟ فيها 2 رابطه باي. يبقى هتتفاعل بالاضافه على خطوتين، دي كانت بتتفاعل على الاضافه بالاضافه على خطوه واحده، دي هتتفاعل على كم خطوه؟ على خطوتين. طيب تفاعلات الايصاين، اولا عشان احضر الايصاين او الاستيلين عندي طريقتين. اول طريقه عندنا المشهوره جدا اللي هي فين؟ في المعمل اهي. طريقه تحضير الايصاين فين؟ في المعمل، بنحضره من كربيد الكالسيوم. الطريقه دي كده اسمها في المعمل. الطريقه الثانيه اللي هي ايه؟ من الايصاء من الميثان، ودي في الصناعه. بنحضر الايصاين في المعمل بتنقيط الماء على كربيد الكالسيوم. في الصناعه بتسخين الميثان ل 1500 درجه ثم التبريد السريع. طب ما تيجي نصلي على النبي كده ونشوف يلا تفاعلات الالكينات. اول حاجه عندنا في تفاعلات الالكينات الاحتراق. ماشي تعالوا نشوف كده الاحتراق. احتراق الايصاين بيعتمد على كميه الايه؟ الاكسجين. طب ما تيجي نشوف يلا. ادي لا اله الا الله. اول حاجه عندنا الاحتراق اهو، لا اله الا الله. هعمل هنا كده احتراق، احتراق تاني، هلجنه اتش بي ار، وكل دول كده اهو مربوطين بالايه؟ مربوطين بالايصاين. احتراق اولا عشان تقول لي احتراق لازم تقول لي O2 2 3 ولا 5. تعال نشوف، لو انت قلت 3 يبقى كميه محدوده، لو قلت 5 O2 يبقى كميه ايه؟ وفيره، على حسب وزنك للمعادله. فلما بنيجي نحرق اهو الايصاين في الاكسجين النقي، النقي يعني ايه؟ يعني 5. هنا كميه محدوده، فبنقول هنا كده كميه محدوده يعني الهواء الجوي، هنا وفره او كميه وفيره يعني في الاكسجين الايه يا جماعه؟ الاكسجين النقي. ايه اللي هيحصل في كلتا الحالتين؟ خلي بالك بيطلع ثاني اكسيد كربون، ثاني اكسيد كربون، بخار ميه. ماشي بخار ميه ماشي. طيب بس الفرق ايه؟ الفرق ان في كميه وفيره كل الاكسجين بيتحرق، كل الكربون قصدي بيتحرق، فلما الكربون يتحرق كله مش هيتبقى لي كربون تاني، فبيحصل توليد طاقه ايه؟ حراريه، هيت، حرارتها بتصل ل 3500 درجه مئويه، واسمها لهب اوكسي استيلين عشان تستخدم في لحام وقطع المعادن، وبتنتج من احتراق الاستيلين في الاكسجين النقي. طب هنا كميه محدوده، الاكسجين ما بيتحرقش كله، الكربون ما بيتحرقش كله، ليه؟ لان كميه الاكسجين قليله مش قادره تحرق كل الكربون اللي في الايصاين، والايصاين فيه كربون كتير، فبيحصل ايه؟ بينفصل جزء من الكربون كده، فبيطلع لي هنا حاجه اسمها لهب مدخن اهو، وهنا حاجه اسمها لهب اوكسي استيلين. ماشي. طيب لو انا عملت تفاعل الهالجنه بي ار 2، بي ار ايه يا جماعه؟ 2. عملت تفاعل هالجنه للايصاين اهو، يعني حطيت الايه؟ البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون. ايه اللي هيحصل؟ الرابطه باي هتتكسر الاولانيه، يتبقى لي هنا رابطه ثنائيه سي. ادي الاتش زي ما هي، ادي الاتش زي ما هي، دخل لي هنا بي ار ودخل لي هنا بي ار. كويس قوي. اسمه واحد واثنين اهو، واحد واثنين ثنائي برومو ايثين. واحد واثنين ثنائي برومو ايه يا جماعه؟ ايثين. ماشي. طب لو انا جيت حطيت بروم تاني، ما احنا بنحط وفره من البروم، ايه اللي هيحصل؟ ادي زائد البي ار 2 البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون تاني، ايه اللي هيحصل؟ السي سي، ادي الاتش، ادي الاتش. ماشي. البي ار الاولانيه اهي. طب لما نكسر الرابطه الثانيه هيتكون لي هنا، هيخش لي هنا بي ار، وهنا ايه؟ بي ار بقى اسمه واحد واحد اتنين اتنين اهو، واحد واحد اتنين اتنين رباعي
برومو ها بدل ايسين هيبقى ايه ايسان. طب لما نيجي نحط اتش بي ار اهو للايسين، اولا قبل ما اقول اتش بي ار، البروم ده مذاب في رابع كلوريد الكربون لونه احمر، لونه ايه احمر. لما بنحط 2 مول لواحد مول من الايسين اللون الاحمر هيختفي تماما. طب لو حطيت 5 مول لواحد مول من الايسين اللون الاحمر مش هيختفي. ليه؟ لانه هيتفاعل مع 2 مول ويتبقى لي 3 مول بدون تفاعل، فهتخف درجه اللون البني شويه بس مش اكتر. طب هنا هنكسر رابطه باي، يتكون لي هنا ايه رابطه ثنائيه زي ما هي اهي اتش اتش، دخل لي هنا اتشايا وهنا بقرايا ماشي، بقى اسمه ايه برومو ايسين. برومو ايه يا جماعه؟ يلا ايسين عشان لسه في رابطه ايه ثنائيه. جميل قوي. لما نيجي نحط بعد كده اتش بي ار تاني، ما انت بتحط وفره يا جماعه من الاتش بي ار، هتتكسر الرابطه باي، اهي اتكسرت ماشي. لو اتكسرت هنا في الحاله دي الله يرضى عليك لازم نطبق قاعده ماركونيكوف. قاعده ماركونيكوف بتقول لي ايه؟ تضاف ذره الهيدروجين او ذره الكربون الجزء الموجب من المتفاعل الى ذره الكربون الغنيه اللي هي عليها هيدروجين اكتر، والشق السالب الى ذره الكربون الفقيره اللي فيها هيدروجين اقل ماشي. يبقى في الحاله دي السي اتش 2 هيجي لها اتش بقت سي اتش 3 ماشي. السي الثانيه كان عليها اتش، بي ار هنا بي ار هنا، طيب بقى اسمه ايه؟ واحد واحد ثنائي برومو ايسان. طب فضل لنا ايه في تفاعلات الالكينات؟ احنا قلنا احتراق، ها هلجنه، هاليد الهيدروجين، ادي الهدرجه، ادي الهيدره. التفاعل ده كده اسمه هيدره حفزيه ماشي. طيب نخش بقى على البنزين او على الاروماتيه، الجزء بتاع الايه البنزين ومشتق وتفاعلاته وحاجته وكل حاجه عنه. اولا البنزين احنا بنحضره ازاي؟ ده اول مركب اروماتي ماشي، اول مركب حلقي غير مشبع ماشي. طب صيغته الجزيئيه C6H6 تمام. تفاعلاته او تحضيره الاول، قبل ما اقول تفاعلاته انا عايز اعرف تحضير الايسين. اول حاجه بنحضر الايسين يا من مركبات، يا بنحضر الايسين يا جماعه من ايه؟ من مركبات ألفاتية زي الايسين، بنعمل عمليه بلمره حلقيه، اهي بلمره حلقيه، العمليه دي كده اسمها بلمره حلقيه او بلمره ثلاثيه ماشي. طيب بناخد 3C2H2 اللي هو 3 ايسين، يدينا ايه بنزين، نمررهم على انبوب من النيكل مسخنه درجه الاحمرار يدينا ايه على طول بنزين. او بنجيب مركب زي الهكسان العادي C6H14 اهو، اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه هكسان عادي، ونقوم واخدين الهكسان العادي عاملين له ايه؟ عاملين له اعاده تشكيل محفزه، يعني ايه؟ يعني بلاتين وحراره. العملية اسمها ايه تاني؟ يلا اعادة تشكيل محفزة. طيب ايه تاني بنجيب منه بنزين؟ قال لك لو سيادتك خدت الفينول، عارف الفينول؟ عارف الفينول يا مستر اهو، الفينول او اتش هنا على البنزين اسمه فينول ماشي. لو خدت الفينول عملت له عملية اختزال. طب اختزال ازاي يا عم الحاج؟ قال لك حط له اهو زد ان وسخن. العمليه هنا اسمها ايه؟ اسمها اختزال. ليه؟ لان الفينول الخرصين هنا عامل مختزل، هياخد الام من الفينول يتبقى لي ايه بنزين يخرج هنا، يبقى ده كده هيطلع لي هنا زد ان او ماشي. هنا طبعا هيطلع لي ايه 4 اتش 2. طب هنا حمض، هنا قصدي بنزوات الصوديوم سي او او ان اي ماشي. لما بناخد بنزوات الصوديوم نعمل له ايه؟ نعمل له عملية تقطير جاف. يعني ايه تقطير جاف؟ يعني هنحط له هنا كده ان ايه ها او اتش في وجود السي اي او حرارة. العملية اسمها تقطير جاف. يعني ايه؟ يعني بناء بنسخن الملح الصلب في حالته الصلبة مع الجير الصودي اللي هو هيدروكسيد الصوديوم مع الجير الحي. هيدينا ايه؟ هيدينا ال ان ايه بتاخد سي او او والان ايه اللي هنا او او كمان، يعني ايه بيدينا ان ايه 2 سي او 3 اهو، ان ايه 2 سي او 3
زائد الاتش بترجع للفينايل يدينا ايه؟ بنزين. طب تفاعلات البنزين، يبقى انا كده حضرت البنزين بكام طريقه؟ واحد من الايساين، من الهكسان العادي، من الفينول، من بنزوات الصوديوم، عشان بس الناس ما تنساش الاسم اهو، اسمها بنزوات، ها بنزوات صوديوم. ماشي، تعال نخش بقى يلا على تفاعلات الايه؟ البنزين. اول حاجه عندنا في تفاعلات البنزين، البنزين بيتفاعل بالاضافه وبيتفاعل بالاستبدال. بيتفاعل بالايه؟ بالاضافه وبالايه يا جماعه يلا؟ وبالاستبدال. اولا تفاعلات البنزين بالاضافه قليله، اشمعنى؟ قلنا بسبب ظاهره الايه؟ الرنين. بسبب ظاهره الايه يا جماعه؟ الرنين او التارجح، اللي هي ما بتخليش الروابط باي ثابته في مكانها. طيب اول حاجه عندنا لما اقول لحضرتك هنا هنعمل عمليه هدرجه، يبقى هنضيف 3 H2. ليه؟ عشان سيادتك هنا البنزين فيه 3 روابط باي، عشان يتشبع يحتاج 3 مول من الهيدروجين. طب التفاعل هنا هيبقى صعب، فمحتاج ضغط وحراره وكاتاليست عشان نتغلب على ظاهره الرنين او الريزونانس. اللي هيحصل هنا هيتكون هكسان حلقي اهو بالمنظر ده كده. ده كده اسمه هكسان حلقي. ادي اول سؤال، يمكن الحصول على الكان حلقي من الكان عادي عن طريق الخطوات التاليه اللي هي اعاده تشكيل، ثم ايه؟ ثم عمليه اسمها هدرجه تامه. ماشي. طب هنا البنزين لو انا عملت له تفاعل هالجنه، يعني ايه هالجنه؟ يعني حطيت له 3 Cl2، بس خلي بالك هنا لازم يبقى في وجود اليو في. في وجود الايه يا جماعه؟ اليو اهو في، يعني الاشعه فوق البنفسجيه. اللي هيحصل هيدينا ايه؟ C6H6Cl6، اللي هو اسمه جامكسان او سداسي كلوروهكسان حلقي. وخلي بالك ليه صيغه كده بنائيه بالمنظر ده، حلقه بنزين اهي، شلنا الدايره اللي فيها بقت هكسان حلقي، وطلع منه 6 أذرع كده، كل واحده منهم فيها سي ال. فلما اقول لسيادتك الصيغه البنائيه للجامكسان اهي، اللي هو اسمه الكيميائي او الايوباك سداسي كلوروهكسان ايه؟ حلقي. طب ده اسمه تفاعل هالجنه. يبقى البنزين بيتفاعل بالاضافه عشان في 3 روابط باي، تفاعلات الاضافه فيه صعبه عشان ظاهره الرنين ها او التارجح. طيب الاستبدال عندنا اهم بكتير من الاضافه في البنزين. ليه؟ عشان الاستبدال بيطلع لي نواتج لها قيمه اقتصاديه اكتر او اهم. اول حاجه هناخدها يلا، عندنا الهالجنه، ها عندنا الالكلا، عندنا ها النيتره، عندنا السلفنه. طب ما تيجي نصلي على النبي كده يلا. اول حاجه عندنا لما نحط كلور اهو، بس في وجود الايه؟ FeCl3 ها واليو في كعامل حفز، يبقى FeCl3 هنا عامل حفز. يبقى انا لما بعمل عمليه هالجنه للبنزين في وجود الضوء غير هالجنه للبنزين في وجود عامل حفاز. ليه؟ في وجود الضوء بس بيدينا ايه؟ جامكسان، بيحصل اضافه. في وجود عامل حفاز بيحصل ايه؟ بيتكون البنزين كده اهو، بتخرج منه اتشايه ويخش مكانها سي ال، ويتكون لي اتش سي ال. طب العمليه دي اسمها عمليه ايه يا جماعه؟ معلش تاني يلا، هالجنا. المركب ده اسمه ايه؟ كلورو بنزين. او سامع حد تاني بيقول لي يا مستر كلوريد الفينايل؟ صح جدا، الايوباك كلورو بنزين، الشائع كلوريد الفينايل. طب لو انا جيت عملت عمليه الكلا، يعني ايه الكلا؟ يعني حطيت سي اتش 3 سي ال، هاليد الالكايل بصفه عامه، او هنا كلوريد الميثايل بصفه ايه؟ خاصه. في الحاله دي لازم يبقى عندك كلوريد الالومنيوم اللامائي اي ال سي ال 3 اهو، ان هيدروليزس او لامائي، ونسخن تسخين ايه؟ عادي كده. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هنا ان حلقه البنزين اهي ها هيخرج منها اتش، تاخد السي ال وتهرب اتش سي ال. طب اتبقى لي ايه؟ فينايل يخش عليه السي اتش 3. السي اتش 3 ده لما بيخش على الفينايل بيطلع لي حاجه اسمها تولوين، او اسمه الايوباك ميثايل بنزين. طيب لو انا خدت التولوين ده عملت له عمليه نيتره بالثلاثه، يعني ايه؟ ما تيجي نفهم الاول يعني ايه نيتره. نيتره يا محترم يعني هتحط اتش ان او 3. طبعا حمض النيتريك
لما بيتفاعل مع البنزين بيطلع لي المركب المحترم ده. ادي البنزين اهو، ها بيخرج من البنزين اتشايا مع الاو اتش من هنا يدينا ميه، ماشي. وهنا يتبقى لي ان او 2. اشمعنى يا مستر؟ ما هو دي محترم، انت ممكن تقسمها كده اتش ان او 3، ممكن تقسمها لايه؟ لاو اتش وان او 2. او اتش وايه؟ وان او 2. الاو اتش بتاخد الاتش بتطلع لي ميه، الان او 2 بتخش فين؟ على البنزين. يبقى ده اسمه نيترو بنزين. نيترو ايه؟ بنزين، ماشي. وميه. حمض النيتريك هنا عشان التفاعل ده انعكاسي رايح جاي، عايزين نتخلص من الميه، الميه اللي طلعت دي، فبالتالي لازم نحط هنا حمض كبريتيك اهو مركز عشان يمتص الماء ويمنع التفاعل العكسي. فلما اقول لسيادتك هنا كده ليه بنفاعل البنزين مع خليط النيتره وليس حمض النيتريك لوحده، هتقولي لان حمض الكبريتيك بيمتص الماء ويمنع التفاعل العكسي، والتفاعل ده اسمه نيتره. اسمه ايه؟ نيتره. ده كان اسمه الكلا ومشهور باسم فريدل كرافت. باسم مين يا جماعه؟ فريدل كرافت. طيب طبعا ده كان مشهور باسم مين؟ باير. طيب فاضل لي لما نرجع هنا بقى لهنا بقى كده، احنا هنعمل نيتره للطولوين. هو مش كلنا عارفين مجموعه الميثايل بتوجه لوضع قرص وبارا؟ لما نعمل نيتره هنا يعني هنحط اهو زائد، بس نيتره بالثلاثه يعني 3 اتش ان او 3 في وجود حمض الكبريتيك هيدينا تي ان تي، فاكرينه؟ زائد 3 ميه اللي هو ثلاثي نيترو ايه؟ طولوين. طيب السؤال هنا، لو انا عملت عمليه سلفنا، يعني ايه سلفنا؟ يعني حطيت حمض السلفونيك اللي هو H2SO4 اللي انتوا بتقولوا عليه حمض كبريتيك مركز اهو ساخن، ايه اللي هيحصل؟ حمض الكبريتيك نفس فكره النيتريك، نقدر نكتبه او اتش كده، ها، وايه كمان؟ و اتش و اس او 3 اتش كده اللي هي بيكبريتات. طب ما هو في الحاله دي البنزين الاو اتش هتاخد الاتش من البنزين وتخرج، ماشي، بقت ميه. يتبقى لي على البنزين هنا ايه؟ ها، فينايل اهي، يعني بنزين ناقصه اتش، هيخش عليه الاس او 3 اتش، بقى اسمه بنزين حمض السلفونيك او حمض بنزين، ها، سلفونيك. طيب انا كده جبت تفاعلات البنزين كلها، تحضيره بتفاعلاته او بخواصه، هنا تفاعلات الايساين، تفاعلات الايثين، تفاعلات الميثان. طيب قبل ما اقول قبل ما اختم الجزئيه دي، هقول لك في الامتحان مثلا من ايه يودي على ايه، من فين يودي على فين. بس طبعا مش هاجي اقول لك في الامتحان السنه دي اكتب المعادلات اللي توضح بيها الحصول على كذا من كذا، لا، هقول لك الخطوات. يعني مثلا لما اقول لسيادتك هنا جه في الامتحان التجريبي سؤال جميل جدا بيقول لهم ايه؟ من الكان، من الكاين كيف تحصل على الكان؟ تمام؟ وجاب لهم خطوات. طبعا كل الناس هتقول لي من الكاين ايساين، عايز اجيب الكان هدرجه تامه وخلصت. لا، هو مش عايز كده، هو حاطط لك السؤال وعايزك تجاوبه بطريقته. فكاتب لهم من ضمن الخطوات ايه؟ هيدره حفزيه ثم اكسده ثم تعادل ثم تقطير جاف. ما هو من الايساين جبنا اللي هو الكاين، جبنا الكان ولا لا؟ طيب نفس السؤال ممكن اقوله، اقول لك ايه؟ من ايساين هات ميثان اهو، وقلنا السؤال ده كتير جدا قبل كده. والعكس، الميثان عايز اجيب ايه؟ ايساين، يبقى ايه؟ وش سخن وش ايه؟ بارد. لما اقول لك وضح او ما هي الخطوات اللازمه للحصول على ايه؟ الطولوين من كربيد الكالسيوم، هتقول لي تنقيط ميه ثم بلمره حلقيه ثم ايه؟ الكلا. طب تي ان تي من الايساين، هتقول لي بلمره حلقيه اهي، الكلا ثم نيتره بالثلاثه. من الكان عادي، هات الكان حلقي، ادي الالكان العادي، اعاده تشكيل يدينا بنزين، البنزين اعمل له هدرجه يدينا ايه؟ هكسان حلقي. لو سيادتك ماسك المخطط ده كويس وفارمه كويس وماسك معايا ورقه وقلم في البيت معاك كده وانت بتتفرج على الفيديو ده وعملت الكلام ده كده لوحدك، هتلاقي الموضوع بسيط جدا جدا جدا، وهتلاقي المعادلات مظبوطه معاك وعارف منين يودي على فين ورابط كل حاجه ببعضها ايه. احنا رسمنا الاول القواعد الاساسيه عشان اعرفك تعدي من العيله دي للعيله دي ازاي، وتعدي من العيله دي للعيله دي ازاي. بعد كده الخواص هتلاقيها بسيطه جدا. طيب هنمسح يلا عشان ايه؟ نخش على الامضه بتاعتنا الاول. دعواتكم كده يا جماعه بالله عليكم. هنخش بعد كده على حل الأسئلة بتاعتنا إن شاء الله، اللي هنلم بيها كم كبير جدا من الجزء ده.
احنا عملنا قبل كده ملخص او مخطط كبير كده للجزء الاول ومخطط اكبر منه للجزء العضويه كلها. اللي عايز يجيب معادلات العضويه كلها يرجع للجزء ده للمخطط بتاع مراجعه العضويه كلها هتلاقيه عندك على القناه. طب احنا النهارده عايزين نعمل ايه في الجزء الثاني او في العضويه بقى بصفه عامه، بما ان الجزء الثاني رابط مع الجزء الاول، عايزين نجيب اهم الافكار والاسئله بتاعه الجزء الثاني مع الاول. يعني مثلا الاسئله اللي بتربط الايزومرات مع بعضها، اللي بتربط منين اجيب ايه ومنين اودي على فين. طب ما تيجي نشوف كده بسم الله. يلا اولا عندنا الكحولات. كلنا عارفين ان المشتقات عندي مشتقات اهي الهيدروكربونات. مشتقات الهيدروكربونات اللي هي ايه؟ مركبات عضوية بتحتوي على عنصر الكربون والهيدروجين وعناصر تانية. ماشي، عناصر اخرى. جميل قوي. طيب احنا هناخد منهم اول حاجة عندنا الكحولات، وركز عشان هسألك في حاجات معينة. عندنا الفينولات اللي احنا بندرسهم تفصيليا يا جماعة، الاحماض، ها، الاليفاتية، وركز معايا وياريت ورقة وقلم معاك الله يرضى عليك عشان الحاجات دي ما تتنسيش. الاحماض، ها، الاروماتية، الاسترات. طيب ما تيجي نصلي على الحبيب يلا كده. اول حاجة عندنا الصيغة العامة بتاعتهم كلهم الكحولات، الصيغة العامة R O H المجموعة الوظيفية هيدروكسيل. الفينولات AR ها OH. يبقى أولا أنا عندي المجموعة الوظيفية OH الهيدروكسيل مشتركة ما بين الإيه؟ ما بين الكحولات وما بين الفينولات. كويس قوي. يبقى لما أقول لك تتشابه الكحولات والفينولات تقول لي عشان الـ OH أو المجموعة الوظيفية مشتركة ما بينهم. طب الأحماض الأليفاتية اللي هي الإيه؟ الـ R اهي، ادي ال R C O O H، والناس كلها عارفه يعني ايه R C O H، وهنا A R C O O H. طيب يعني معنى كده ان الاحماض الاليفاتيه والاحماض الاروماتيه مشترك ما بينهم مجموعه الايه؟ الكربوكسيل. يبقى هنا مجموعه الكربوكسيل بتميز الاحماض الاليفاتيه والاحماض الايه؟ الاروماتيه. الاسترات في عندنا مجموعه اسمها ايه؟ C O O، دي مجموعة استر. ممكن يبقى R و R، ممكن يبقى R و AR، وممكن يبقى AR و A و AR. دي مجموعة ايه؟ استر، اللي بتميز مجموعة بتميز الايه؟ الاسترات. ماشي. يبقى انا عندي المجموعات الوظيفية الهيدروكسيل بتميز اول عيلتين، الكربوكسيل بتميز تاني عيلتين، الاستر بتميز العيلة الاخيرة عندنا اللي هي الاسترات. لما بنيجي نسمي الكحولات كنا بنضيف ايه يا جماعة؟ بنضيف واو لام، يعني ايه؟ ايثانول، بروبانول، بيوتانول، بنتانول وهكذا. الفينولات كنا بنضيف برضو نفس الكلام. طب الاحماض الاليفاتية او الارماتية بنضيف ايه؟ زائد ويك، ها، للالكان. الاسترات بنضيف زائد وات.
لا حول ولا قوة إلا بالله. انت وقفت صح؟ ما هتعمل ايه في ده؟ هتمسحه؟ اكمل؟ يا الله. تعالوا بقى نشوف كده الاسئله على الجزئيات دي بتيجي ازاي، اللي هي بتربطهم ببعض او بتوهك بينهم. اولا لما اسالك على القانون العام بتاع الكحولات، مش الار دي سي ان اتش 2 ان زائد 1 او اتش، ماشي دي كده اهي الكحولات. طيب لما اجي اسالك مثلا واقول لك ايه كحول اولي، اهلا وسهلا، احنا عارفين يعني كحول اولي. طيب احادي الهيدروكسيل، كويس. هو احنا عندنا اصلا في ثنائي وثلاثي؟ طبعا، مش احنا قسمنا الكحولات على حسب الهيدروكسيل، احاديه ثنائيه ثلاثيه عديده. قلنا العديده ما عندناش غير السوربيتول، الثلاثيه زي الجليسرول، الثنائيه زي الاسيلينجلايكول، الاحاديه زي اللي كل اللي احنا هندرسه، واحنا عندنا دراسه الايه الاحاديه بس. طب يبقى احادي اولي. طب يعني ايه اولي؟ يعني الكاربينول اهي عليها الـ OH اللي عليها الكاربينول اهي عليها كام اتش يا جماعه؟ عليها 2 اتش وار 1، تمام. طيب كحول اولي احادي الهيدروكسيد، كتلته الموليه، الناس بتشتكي من السؤال ده يا جماعه، كتلته الايه؟ الموليه، ماشي، مالها كتلته الموليه كام؟ قال لي اولا 74 ها جرام لكل مول، تكون او يكون اسمه نقط تبعا لنظام الايوبات. هتقول لي ايه؟ اولا انت في الحالة دي محتاج تجيب الصيغة العامة، الصيغة العامة للكحولات سي ان اتش 2 ان اتش كام؟ 2 ان اهي زائد 1 ها او اتش. طيب او سي ان اتش 2 ان زائد 2 او، ماشي. طيب ما علينا، تعال نشوف كده الاو اتش دي لوحدها ب 16، هو بيقول لك السي ب 12 الاتش ب 1، يبقى الـ OH دي ب 16 زائد 1 يعني 17، السي 12 N زائد 2 N زائد 1 زائد 16 زائد 1 كل ده بكام؟ 74. طب يلا معايا كده 14 N زائد 17 1 18 هتعدي هناك هتبقى كام؟ هتبقى 56، يبقى الـ N هتساوي 4، ماشي. يبقى أنا عندي كده الكحول سي 4 اتش ها اتش كام؟ اتش 9 او اتش. طب ده كده اولا الصيغه بتاعته، ده كده بنتانول بيوتانول، ماشي. طب هو بيقول لك اسمه ايه؟ هو قال لك كحول ايه؟ اولي احادي الهيدروكسيد. خلي بالك سي 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 عشان اقول اولي يبقى الاو اتش هنا وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش، ماشي. طب كمل كده، هتبص سيادتك تلاقي هنا لما تيجي تسمي الايوباك هترقم من ناحيه المجموعه الوظيفيه، احنا قلنا المجموعه الوظيفيه ايه لها الاولويه، يبقى واحد بيوتانول. طب ما جابليش في الاختيارات واحد بيوتانول، جاب لي حاجه تانية. قال لك ايه؟ قال لك سي 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 كده اهو، وهنا سي اتش 3، وقال لك كده اتش 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 اتش. طب ده اسمه ايه ده؟ اسمه لما تيجي تسمي ادي المجموعه الوظيفيه اهي 1 2 3
يبقى اسمه ايه؟ يلا 2 ميثايل 1 بروبانول. اه صح. يبقى ممكن يبقى اسمه 2 ميثايل 1 بروبانول، وممكن يبقى اسمه 1 ايه بيوتانول على طول، فاي واحد من الاثنين في الاختيارات يبقى صح. طيب هل ده تقدر تفتح سيادتك الكتاب وتلاقي الاجابه؟ لا. عشان كده يا جماعه بنقول الله يرضى عليكم النظام الجديد مش بره المنهج، لكن هو بره ان انت تجيب الاجابه مباشره من الكتاب. لازم تشغل دماغك الاول او تفكر شويه الاول. طيب تعالوا نشوف كده. وكل الاسئله دي على فكره كنا بنقولها يا جماعه في النظام القديم عادي جدا. طيب لما نيجي نقول هنا كحول نفس السؤال اهو بس ثانوي، احادي الهيدروكسيل، ها كتلته المولية 74 جرام لكل مول، نفس الكلام. فإن صيغته نقط، أو فإن اسمه تبعا لنظام الأيوباك نقط. أولا هو كحول أحادي زي ثنائي زي كحول أولي زي ثانوي زي ثالثي في الكتلة المولية، تمام؟ طالما نفس الكتلة الإيه المولية يبقى هما هيطلعوا نفس عدد ذرات الكربون، بس الفرق في عدد الايه؟ ها؟ في موضع ال او اتش فين؟ طب لما نقول هنا هيطلع معايا سي 4 اتش 9، طب هو بيقول لي كحول ثانوي يبقى سي سي سي، ممكن يبقى كده اهو، ممكن تحط لي الاو اتش هنا كده اهو بقى اتش 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 بقى 2 ها بيوتانول، تمام؟ 2 بيوتا ايه نول، وده كده بنقول عليه كحول ايه يا جماعه؟ كحول ها كحول اولي، طب ايه كحول ثانوي؟ تمام. عشان ايه؟ عشان الكربينول اهي عليها اتشايه واحده. طب لو كحول ثالثي، لو قال لي نفس السؤال بس كحول ايه؟ كحول ثالثي اهو، هتقول له ايه؟ نفس الكلام اهو، هتقول له سي ها سي سي، نقصنا سي هنا سي اتش 3 فوق كده والاو اتش هنا كده، أربع ذرات كربون. أربع ذرات كربون. اسمه إيه يا مستر ده؟ اسمه آدي المجموعة إيه يا جماعة؟ 1 2 3 اسمه 2 ميثايل، 2 إيه؟ ميثايل، 2 بروبانول. ماشي. طيب لما يجي يسألني مثلا ويقول لي إيه؟ سؤال سي 2H6O2 ويقول المركب ده كده الصيغة دي كده اهي الصيغة دي تعبر عن كحول ها ولا حمض ولا استر؟ اولا فيها 2 سي 2 او يبقى يا حمض يا استر. بس سيادتك لو جيت تبص على الحمض هتلاقي ار سي او او اتش، يعني ايه؟ يعني الصيغه دي ما تمشيش. ليه؟ لان الصيغه دي كده الكان ومعاه 2 او. الحمض تعالى نبص على الحمض هنا كده يا حازم، هتبص تلاقي الصيغه بتاعت الحمض ار اهي سي ان اتش 2 ان زائد 1 لان دي صيغه الالكايل سي او او اتش. طيب ما كده تختلف تماما عن ده. ليه؟ لان دي كانت سي ان اتش 2 ان زائد 1، يعني ممكن نقول سي ان اتش 2 ان زائد 2 او. يبقى دي ما تنفعش لان ده سي ان اتش 2 ان زائد 2 واو 2. طب يبقى ده كده ممكن نعتبره ايه؟ سي سي. وزع معايا كده يلا اهي، هما كام اتش؟ 6 1 2 3 4. لو حطيت هنا او اتش وهنا او اتش بقى صح، يبقى الصيغه دي تعبر عن ايسيلين جلايكول. يا نهار ابيض، يعني ممكن في الامتحان يجي يقول لك الصيغه الكيميائيه C2H6O2 تعبر عن نقط ايسيلين ايه؟ جلايكول. طب لما اقول لك مثلا من كحول احادي الهيدروكسيل هات مركب صيغته الجزيئية C2H6O2. أولا C2H6O2 ده كده إيه؟ ها؟
يبقى إيثيلين جلايكول، يبقى هو عايز من الإيس إيثانول. اللي هو إيه الإيثانول؟ الإيثانول كنا بن C2H5 ها OH لو فاكرين، كنا بننزع منه مية يدينا C2H4 زائد مية أهي، وبنحط على السهم إيه يا جماعة؟ يلا H2SO4 مركز 180 درجة سلسيوس. ماشي، أدي الإيثين. كنا بناخد الإيثين اللي هو CH2 رابطة ثنائية CH2 نحط له H2O ها دوت O في وجود AKMNO4 يدينا CH2 CH2 هنا الـ OH هنا الـ OH. وطبعا كنا بنحط هنا KMNO4 وسط ايه قلوي كان بيدينا إيثيلين ها جلايكول. السؤال ده حلو جدا يا جماعه على فكره، جه في الازهر السنه اللي فاتت. صعب السؤال ده ما فيهوش اي مشكله، بس المشكله هنا ان معظم الناس بتروح هنا لايه ناحيه تانية، لانه جه قبل كده في سنه من السنين قال لهم ايه من ها كحول احادي الهيدروكسيل. لما يجي يسالك على كحول احادي غالبا بيسالك على الايثانول. هات مركب عضوي صيغته الجزيئية C2H4O2. طب استنى عندك بقى C2H4O2، يعني لو وزعت كده السي هتلاقي السي كده 3H، وهنا ها في 2O، يبقى هنا O وهنا OH. يبقى بالبلدي كده هو عايز منك حمض أسيتك، يبقى هو عايز من ها الكحول الأحادي يعني الإيثانول C2H5OH مثلا، عايز مركب فيه كام سي؟ 2C و2O، يبقى ده حمض. طب ليه يا مستر ما قلناش كحول ثنائي برضو؟ عشان هنا مش C2H6 خلاص. فلما اقول لك عايز اقولكم عشان اقول صيغه الكحول بتبقى صيغه الالكان ومعاه O او معاه 2O او معاه وهكذا، لكن يعني لما بحط الاو اتش ما بتغيرش في صيغه الالكان حاجه. ليه؟ لان انت بتحط الاو مع اتش منهم، لكن في في الاحماض او الاستراد بتغير. ليه؟ لان انت بتشيل وبتحط سي او او اتش، ففي الحاله هنا بتختلف. فلما اقول لك هنا من ده عايز ده هتقول لي عمليه ايه؟ اكسده على طول. امسح خلاص. الجزئيه يا جماعه الثانيه في المشتقات اللي هي لما يقول لك ايه اللي ايزوميرات مع ايه. اولا عشان الناس بس تبقى فاهمه اكتب عندك كده معايا المشتقات اللي بتبقى ايزوميرات مع بعضها، او ازواج المشتقات اللي بيبقى بينها وبين بعضها مشابهه جزيئيه. عندنا كحولات ها وايثيرات، عندنا ها احماض واسترات، عندنا ايه كمان؟ عندنا الالدهيدات وكيتونات. اي زوج من دول لما يتساوى في عدد ذرات الكربون يبقى بينهم مشابهه جزيئيه. يعني مثلا لما اقول لك هنا ار ها او اتش، هنا ادي الاو ادي الار ادي الار، تمام؟ هتلاقي الاو هنا بتضاف كان مثلا سي اتش 3 سي اتش 3 لو انت وسعتهم شويه وحطيت الاو انت ما غيرتش في الالكان حاجه. هنا نفس الفكره الار او اتش، ما هي انت لو شلت الاو هترجع الكان عادي، فانت كانك حطيت او هنا او او هنا، فالاثنين ايه؟ ايزوميران. هنا ار سي او او اتش، هنا ار ها سي او او ار، هي هي. الالدهيدات ار سي اتش او، او ها هنا ار سي او ار، انت كانك شلت الاتش وحطيت ايه ار، هي هي. طب فاي حاجه من دول كده تعتبر بينها ايه مشابهه. لما بيجي سؤال دايما في الامتحان يقول لك اي المركبات التاليه بينها مشابهه جزيئيه، بينها مشابهه ايه جزيئيه. تعالوا نشوف كده يلا. واحد لما اقول لك اي المركبات التاليه بينها ها مشابهة، واقول لك ايه في الحالة دي؟ الف ب ج د. هنا مثلا الجلوكوز
والفركتوز. واحده يقول لها مثلا جلوكوز سي 6 اتش 6 سي 6 اتش 12 او 6 والفركتوز نفس الفكره. اه طب مش ده اصلا قلنا قبل كده ان هو الدهايد وده كيتون؟ اه طيب لما اقول لك مثلا المي الايسان والايسين، لا طيب الايثانول وحمض الاسيتيك، لا طيب ايثيلين جلايكول والايثانول برضو لا. ليه؟ اولا ده كحول ثنائي، ده كحول احادي يبقى ما ينفعش. ده ايثانول كحول وحمض عمرهم ما يبقوا ايه؟ ايزوميران. ايثان وايسين برضو عمرهم ما يبقوا ايزوميران، يبقى الاجابه ايه؟ ها جلوكوز وفركتوز. طيب رقم اتنين بيقول لي اي مما يلي له الصيغه الجزيئيه للاسيتالدهايد، ويقوم قايل لك ايه في الاختيارات؟ الف ب ج د، كحول الفينايل ولا الاسيتون ولا الحمض الاسيتيك ولا جميع ما سبق. طب ما تيجي نصلي على النبي ونشوف كده. يلا اولا الاسيتالدهايد صيغته سي اتش 3 سي اتش او، احنا قلنا الاسيتالدهايد ده كحول، طيب قصدي الدهايد. واحد قال لي يا مستر ما انت لسه قايل فوق الدهيدات وكيتونات، طب ما هو الاسيتون ده كيتون، بس الاسيتون صيغته سي اتش 3 سي او سي اتش 3. انا قلت الازواج دي ايزوميرات لو تساووا في عدد ذرات الكربون، الاسيتالدهايد 2 سي الاسيتون 3 سي، يبقى ده ما ينفعش. طيب حمض الاسيتيك سي اتش 3 ها سي او او اتش، ده في 2 او ده في او واحده، يبقى ده ما ينفعش. جميع ما سبق اكيد لا. طب كحول الفينايل ما فيش غيره، طبعا الناس كلها بتقول لك مبدا الاستبعاد يبقى هو، لا انا عايزك تفهم كحول الفينايل اللي هو سي رابطه ثنائيه سي، ادي كده اتش هنا اتش هنا او اتش هنا اتش هنا. طب تعال شوف كده يلا 2 سي 2 سي ها 4 اتش 4 اتش واحده او واحده او، يبقى الاجابه ايه؟ كحول الفينايل. طيب السؤال المحترم اللي بيقول لي ايه؟ الصيغه الجزيئيه سي 2 ها اتش 4 او تعبر عن مركبين احدهما ايه؟ يتفاعل مع الكربونات املاح الكربونات ويحدث فوران، و ب لا يتفاعل مع املاح الكربونات. فان الف ب ج د يقول لك ايه؟ الف ايه حمض اسيتيك وبي فورمات الايثايل، ايه فورمات الايثايل وبي حمض اسيتيك، ايه حمض ايثانويك وبي ميثانوات الميثايل، دال ايه ايثانول وبي حمض اسيتيك. سؤال حلو جدا بس انت محتاج تفكر كويس. اولا C2H4O2 او ايه 2 معلش، طب 2 او يبقى الايثانول مش هينفع، يبقى الايثانول ايه بره الدنيا. ليه؟ لان الايثانول فيه او واحده والصيغه هنا فيها 2 او ماشي. طيب النقطه الثانيه حمض ايثانويك وميثانوات، طب ما تيجي نشوف كده من الاول للاخر. اولا حمض اسيتيك صيغته سي
H3 ها COOH فورمات HCOO ماشي الايصايل C2H5 هل ده وده ايزوميران 2C 3C يبقى ده لا يبقى الف لا فورمات الايصايل وبي حمض الاسيتيك ما هي هي طالما هما الاثنين اصلا مش هينفعوا يبقى دي لا دي تنفع ولا دي تنفع طب تعالى نشوف جيم كده هي ما فيش غير جيم طبعا بس ليه اولا بيقول لك احدهما ايه يتفاعل مع الكربونات طب هو ايه اللي بيتفاعل مع املاح الكربونات ما فيش غير الاحماض طب يبقى ايه يبقى حمض هو الوحيد المركب العضوي الوحيد اللي بيتفاعل مع الاحماض مع الكربونات هو الحمض يبقى الايه ده حمض حمض ايه بقى ايثانويك تعال نشوف كده CH3COOH ماشي وبي لا يتفاعل يبقى ده استر مثلا عشان 2 او يبقى استر ميثانوات الميثايل ميثانوات يعني سي واحده HCOO الميثايل يعني CH3 طب شوف كده نفس الصيغه ولا لا 2C 2C 2O 2O 4H 4H يبقى دي صحيحه يبقى الاجابه ايه يا جماعه الاجابه ج السؤال طويل وعريض بس اجابته سهله جدا لو سيادتك فاهم عضويه طيب سؤال تاني مثلا بيقول لي ايه رقم 4 عندنا اهو بيقول لي كده وضح الخطوات اللازمه للحصول على ايه قال لك اولا كلوروفورم من ايه يا مستر من كربيت كالسيوم ويجيب لك اختيارات من غير انت ما تشوف الاختيارات هتقول لي هو انا بجيب الكلوروفورم منين من هالجنه تامه هالجنه قصدي ثلاثيه يعني بحط 3Cl2 طيب كربيد الكالسيوم اول ما اشوفه اعمل له ايه تنقيط يبقى تنقيط هيديني ايثاين كلوروفورم بجيبه من هالجنه الايه هالجنه الميثان اصبح السؤال من ايثاين عايز ميثان وانا بجيب الميثان منين تقطير جاف طيب عشان اجيب التقطير جاف لاسيتات صوديوم عشان اجيب اسيتات صوديوم بعمل عمليه تعادل لحمض الاسيتك يبقى انا فاضل لي حمض الاسيتك بجيبه ازاي من الايصاين هيدره حفزيه ثم اكسده يبقى تنقيط يدينا ايصاين هيدره حفزيه يدينا ايه اسيتالدهايد اكسده يدينا حمض اسيتك تعادل اسيتات صوديوم تقطير جاف هالجنه معايا يا جماعه طيب لما اقول لك رقم 5 يقول لك ايه السؤال اللي جه في الامتحان التجريبي مثلا من الكاين هات الكان اي الخطوات التاليه الف ب ج د طبعا ناس كتير جدا هتقول يا مستر الكاين اجيب الكان هدرجه تامه وما جاب لهمش في الاختيارات هدرجه تامه قال لهم ايه قال لهم كده تنقيط اكسده تعادل تقطير جاف ولا هيدره اختزال تعادل تقطير جاف ولا هيدره اكسده تعادل تقطير جاف ولا اكسده ثم هيدره ثم تقطير جاف على طول اولا هو عايز من الالكاين ها اجيب الكان ماشي الالكاين لما تتزنق في اعمل له هيدره طب انا عندي هيدره وعندي هيدره طب لو عملت هيدره للالكاين هيدينا ايه هيدينا اسيتالدهايد عملت هيدره اداني اسيتالدهايد عملت الاسيتالدهايد اكسده اداني اسيتك عملت له تعادل اداني اسيتات صوديوم عملت له تقطير جاف اداني ميثان يبقى من الايصاين جبت ميثان يبقى من الالكاين جبت الكان يبقى الاختيار جي ماشي طيب رقم 6 لما اقول لسيادتك عندي في الجزء الثاني تحديدا المركب التالي
وجايب لك الصيغه دي كده اهي COOCH3 يعتبر اي زمر للمركب نقط الف ب ج د. وكاتب لي اختيارات عندنا ميسانوات الفينايل فورمات الايزو بروبايل فورمات البنزايل ولا اسيتات الفينايل. طب ما تيجي نصلي على النبي يلا كده. هو اولا ميسانوات الفينايل تعال نشوف كده ميسانوات اصلها اتش سي او او الفينايل بنزين سي 6 اتش 5 لا ما تنفعش عشان دي سي واحده هنا في 2 سي. طب فورمات الايزوبروبايل لا لان ده الفات وده الفات ما فيهوش ارومات يبقى دي لا. طب فورمات البنزايل هو ايه البنزايل؟ البنزايل اللي هو ده كده علي سي اتش 2 ماشي. طب فورمات يعني اتش سي او او هل ده ينفع؟ تعال نشوف كده الفورمات اهي اتش سي او او البنزايل سي اتش 2 ها سي 6 اتش 5. لو انت جيت تقول هنا سي او او ها سي اتش 3 اه دي تنفع. تصدق سبحان الله تنفع ازاي يا مستر؟ البنزايل اللي هو حلقه بنزين عليها اهي سي اتش 2 يعني كان جبت سي اتش 2 هنا ماشي كان جبت قصدي السي اتش 3 هنا وخدت منها اتش حطيتها على دي بقت اتش سي او او يبقى دي تنفع. طب اسيتات الفينايل تعال نشوف كده يلا اسيتات الفينايل سي اتش 3 سي او او ها سي 6 اتش 5 ما هي هي اه 2 سي 2 سي 2 سي غير الحلقه سي او 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 ها 3 اتش 3 اتش 3 اتش يبقى دي برضو تنفع. يبقى الاجابه دي صح ودي صح. طبعا هو مش هيجيب لك الاثنين مع بعض هو هيجيب لك اي واحده منهم بس فورمات البنزايل بتبقى مستبعده شويه لان البنزايل مش عندك في منهج كايه كاسم. طيب سبعة لما اقول لسيادتك المركب التالي يعتبر اي زمر لحمض نقط وجايب لك المركب كده اللي هو CH3 CO و C3H7 وجايب لك اختيارات. من ضمن الاختيارات انا عايز اجيب الاجابه على طول. اولا عشان احول الاستر لحمض بحط في الاخر COOH وارمي كل السيهات الناحيه الثانيه. طب هنا C3H7 هحطها في النص ماشي واحط معاه CH3 ماشي بقت كام C 4C 3 C 1 4 يبقى C4 H كام هنا 3 H و7 يبقى 11 لا 3 H يبقى 10 يبقى ايه 10 بس يا مستر انت خدت من دول اتشايل دي يبقى باقي كام باقي 9 يبقى سي 4 اتش 9 سي او اتش. طب ده اسمه ايه حمض 4 1 5 يبقى اسمه حمض ها بنتان ويك عشان الاحماض بنضيف لها ايه ويك. دي اسئله كده اللي هي من النص اللي هي بتجيب ده في ده في ده في ده فانت سيادتك لازم تبقى عارف ازاي تفكر لما اسالك على الايزوميرات بتاعه المشتقات بتحل ازاي لما اسالك على المعادلات بتحل ازاي لما اسالك على التسميه والكلام ده كله بتحل ازاي لما اسالك على الصيغه الجزئيه نفسها او الصيغه العامه بتاعتها نفسها بتعرف تسمي او تبدا ازاي.